السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامدي. هذا ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الحلقة ديال الناس اللي كيسولوا على الطريقة ديال التربية ديال الأرضي، يعني الناس اللي عندهم سطح، شحال من واحد كيكون باغي يبدا مشروع وما عندوش الامكانيات باش يدير مثل هذا الكاج ولا يعني كي جان بحال هذا الشكل هذا. المهم ان كيبغي يديرهم غير في 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 الأرض. شحال من واحد كيبغي يدير الرواما، شحال من واحد كيبغي يدير البلدي، ولكن البلدي عندهم واحد الطريقه انهم كيبغيو يعني ماشي السيمه، ما تكونش السيمه يعني ارض مسيمه، لا كيبغيو انهم يحفروا. وفعلا ان البلديين كيصدقوا ملي كدير لهم الطريقه. الرواما حتى هما كيصدقوا بهذه الطريقه، غير هما كيكونوا واعرين هما لان الحجم ديالهم ممكن انكم انهم ياذيوكم في ليكاج. لا في ليكاج كتبقاو ترميو لهم يعني العلف غير من يعني من على برا، حيت هما مثلا الدراري الصغار ولا راه خطر عليهم، يعني خاصكم تحذروا منهم. اما بالنسبه للبلديين كيكونوا انهم حشوميين وكيبغيو انهم يدخشوا في شي بلاصه ويعيشوا. انا نوريكم واحد الطريقه سهله ممكن انكم ديروها في الاسطح ديالكم وديروهم بحال لي انهم عايشين في في في, في, في في الخلاء او عايشين في واحد الحفره ولا قدام الدار ديالكم ولا لان كاين شحال من واحد كيبغي يديرهم قدام الدار، كيكون مثلا كيخاف ان ياذيوهم اما المشوش او الكلاب عزكم الله. اذا الطريقه وهي كالتالي. اذا كما كتشوفوا معايا هذه العشاء راني سبق درت لها واحد الفيديو، ولكن ممكن انها تخدم للقنين، ولكن الطريقه كما كتشوفوا عذرا عندي هنايا الارانب كيديروا هذا الصوت، ولكن شوفوا هنايا الجوانب. اسمو راني داير هانتوما، راني درت هنايا ميكا، ها هي ميكا. درت اولا في الاول واحد الاطار، ها هو اطار باش يتجمع التراب. ممكن نتوما ديروا غير ميكا عاديه، انت هاد الميكا راه كدير يعني 10 دراهم بحال هذه كلها طايحه ب 10 دراهم. وجبت التراب ها نتوما كما كتشوفوا نتوما التراب، وطلعت بواحد 10 سنتيم. ملي كتطلع ب 10 سنتيم ممكن ان يديروا لك يبقاو يحفروا ويوليو بلديين 100%. والجهه الاخرى ها نتوما البلاصه ديال الولادات، ممكن انكم ديروا لهم يعني الياجور، يعني تبنيو بالياجور هكا وصافي. هما تما هذيك عباره عن ولادات، غير الفكره كلها قائمه على هذه القضيه ديال الميكا. انتم شوفوا الجوانب كاينه ميكا وطالع بواحد 10 سنتيم، انتم شحال ما بغيتوا ديروا، يعني غادي تجيبوا الرمله وتعمروا هذيك الجهه، تبقى تعمروها في نفس الوقت ما غاديش تفيض منا ومنا، وفي نفس الوقت غادي تهيئوا لهم واحد الجو اللي بلدي 100%. الناس اللي كيسولوني على التربيه الارضيه هي هذه، ممكن انكم تبنيو عشا بحال هكا هانتوما، في نفس الوقت راه دايز لها الشمس هانتوما. هذه الطريقه هذه هانتوما، هنايا ملي كنبغي نعطيهم الماكله هانتوما داير واحد السداده هنايا هانتوما، صافي كتولي عشا بحال هكا هانتوما. ممكن انكم، انا درتها للدجاج هانتوما ممكن كتسمعوا راه قيقاقي، ولكن ممكن انكم ديروها يعني الارانب ديالكم، يعني تبنيو لهم ولادات لداخل. غير الاساس ديال هاد الفكره هذه ان يكون عندكم التنظيف يوميا، لان هذا هو الفرق ما بين هذا العشاء بحال هكا ديال الارانب. ممكن ديروها الارانب ولكن غتبقاو تنظفوا بزاف. هذا الفرق ما بين هذه وهاد العشاء هكا، شوفوا اسمو راه داير هنايا، يعني ممكن ان هذا المستوى ديال 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 الشبيك تعليوه اكثر، وكديروا ميكا هكا، وكديروا ان كاع الفضلات كلهم، اذا لاحظتوا معايا كاع الفضلات كلهم كيجيو لنفس يعني الاناء، وصافي ممكن انكم تخلصوا منه. يعني هذه الطريقه هذه ما فيهاش التنظيف بزاف، تشطاب والتنظيف بزاف. اما الطريقه هذه ممكن انكم ديروها، هي رخيصه في الثمن، يعني طايحه بوالو تقريبا هذه، ممكن انكم ديروها. ولكن المشكل انه كي ان الارانب خصهم تنظيف يوميا، هذا هو المشكل ديالها. عذرا على هذا الفيديو، يعني الدجاج راه كيقاقي راه باغي يولد
راه باغي يوضع البيض. انتما راه كاين واحد البيض هنايا تبارك الله، انتما نوريكم. انتما راني كنعتبركم عائله ديالي. انتما راه راها هي راها قاقه هنايا باش غادي دير ان شاء الله واحد البيض. راه كاينه تحت منها واحد جوج بيضات وهي راه باغا دير الثالثه. انتما ولكن هذه الطريقه هذه ممكن انكم تستعملوها للقناين يعني الارانب، وممكن انها تخدم هذه ديروها ولادات هذه البلاصه ديروها ولاد كولاده وتسدوا عليهم والتراب هما غادي يخبشوا فيه على حسب المستوى نتوما اللي درتوه. ممكن انكم تطلعوا مثلا ب 20 سنتيم ماشي مشكل، وهما يقدروا يديروا يعني حفر في هذيك 20 سنتيم ممكن انهم يديروا حفر. اذا هذه هي الحلقه ديالنا، يعني انتم كما كتشوفوا عشه بسيطه انتم، وفي نفس الوقت الشمس راها ضاربه فيها انتم. هنايا في الليل كنسد عليهم هكا، كان نموذج انتم في نفس الوقت انهم ديما يعني الشمس ضاربه فيهم، وفي الليل الدجاج البلدي ما كيحتاجش انك دير له الضوء، واخا انا داير له الضوء، راني داير لهم الضوء ها هما. ها هي راه الا كتشوفوا معايا هما راه داير لهم الضوء، ولكن كنطفي عليهم الضوء لانهم هما كيبغيو يبيسوا. حنا كنقولوا كيبيسوا يعني ماشي بحال الدجاج الرومي اللي كيديروا له البوله، لا هاد النوع من 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 الدجاج كيبغي انه ينعس في الليل. اذا هي الطريقه، هذه هي الطريقه ديال البناء ديال التربيه الارضيه. طريقه سهله، الفكره كلها كدور على انكم تعمروا دير واحد الميكا باش هاد الارض هكا ما تفزقلكمش، وممكن انها تضر الضاله. اما بهذه الطريقه هذه كتفرشوا ميكا بحال هذا الشكل، هذا ميكا عاديه، وكتفرشوها هي الاولى وتعمروها بالتراب في المستوى اللي بغيتوا. ممكن انا داير هنا 10 سنتيم داكا، ممكن انكم ديروا 20 سنتيم وتخليهم يحفروا تمايا ماشي مشكل، ممكن انكم ديروا اكثر، المهم انكم ديروا الميكا. ملي كديروا الميكا صافي هذاك المستوى ديال التراب او الرمل، ممكن ديروا المستوى اللي بغيتوا، وها انتم دايروا محميين عندكم فوق الاسطح، ماشي بحال الا درتهم قدام الدار ولا الناس اللي عندهم العروبيه كلهم كيتشكاو ان الارانب ديالهم كياكلوهم لهم الكلاب او القطط. اما بهذه الطريقه هذه انتم استغليتوا السطح ديالكم، وفي نفس الوقت محميين 100%، ديروا له معشه بحال هذه وانتم محميين، وان شاء الله يولدوا ويكبر المشروع ديالكم. اذا هذه هي الطريقه ديال هذا النهار. الناس مازال ما شاركوش معنا في القناه، تشاركوا معنا قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف على التعاليق الطيبه ديالكم. الناس تكيو على زر الجرس كيصلكم الجديد ديالي، وتكيو على زر الجيم باش تساندونا ونزيدوا القدام بالدعم ديالكم. كنشكركم بزاف. الى اللقاء في الحلقه المقبله.